مرحبا جميعا بالدرس الثاني بالماتيريالز. اليوم رح نتعلم اكمال الشغلات اللي تركناها بالدرس الماضي. الدرس الماضي تعلمنا احنا نشتغل بالبيزك باراميترز بحيث انه نحن تعلمنا كيف نعمل الانعكاس والانكسار وعمق الانعكاس الى اخره، وكيف نخلي لمعان او مت او حتى نعمل مراية او اي ماتيريال تاني. طيب اليوم رح نشتغل على شيء اسمه texture modifications، يعني بدنا نعدل على الاساس تبع هذا التكستشر. بما معناه انا على سبيل المثال رحنا اخذنا هاي الماتيريال تمام، ونزلنا لتحت على الباراميترز تبعها. من احد النوافذ واحدة اسمها maps، من المابس كلها من هدول الاعدادات اللي شايفينهم بدي انا فقط شغلتين رح بشتغل فيهم. الاولى هي الاوباسيتي. الاوباسيتي شو هي؟ قال هي عبارة عن باترن. هذا الباترن شو رح يساوي بالماتيريال؟ قال هاد لما يكون باللونين الابيض والاسود، الابيض رح ينترك من الماتيريال والاسود رح ينحفر. يعني كيف هذا الشيء فينا نحنا نشوفه؟ قال خلينا نطبق هذا الشيء على 3ds Max. قال اجينا لهون واخذنا هذا البلين تمام، رحت انا على هاي الماتيريال اوكي، سكرت هاي النافذة، رح بنزل على نافذة المابس، رح اروح اخذ نفس الباترن. شايفين كلمة opacity؟ رح بروح اضغط على النو ماب واكبس عليها. قال هلا وين بروح؟ قال بروح على شيء اسمه جنرال واختار بيت ماب تمام، او اذا مالي حابب انا فوت بهالقصة كلها ودور على الصورة تبعي وبعرف وينها اوريدي، فانا شو بساوي بكل بساطة؟ قال بروح، خليني بس ارجع على المابس بهي الطريقة، وهي عندي الاوباسيتي مثل ما انا شايفين، رح اكبس عليها واقول له كلير مشان ما ترجع تتخربط. رح بروح انا على سطح المكتب وانا اوريدي عندي هي الماتيريال اللي انا نزلتها، رح بمسكها وبروح على الماكس وبكل بساطة بزتها بهذا المستطيل تبعها. بتلاحظوا انه شو طلعت عندي على الماتيريال. شوفوا كيف هون اذا بضغط على الصح رح تنطفى. شايفين كيف؟ يعني هلا انا في عالم كتير بيقولوا لي انه انا كيف فيني اعمل موديلنج لهيك باترن تمام، خصوصا على 3ds Max. هذا كتير صعب وبيتطلب شغل كتير اذا بدنا نعمله على الموديلنج، فلذلك انا مالي مضطر الصراحه. فشو بستعمل؟ بستعمل شيء اسمه opacity تمام. فبيجي لهون انا بحمل الصوره تبع الماتيريال وبلاحظ انه طلعت بهذا الشكل بالباترن اللي معي، لانه المثلثات او المربعات المتلاشيه للنهايه فينا نشتغل فيها، اما على الماكس هدول الاشكال فشوي صعب علينا. طيب في حدا سالني قال لي انا كيف فيني اطلع هدول الباترنز من الانترنت؟ قال بكل بساطه بقول لك روح على البنترست وروح اكتب بالبحث faded pattern بهذه الطريقه، بيقوم بيطلع لك شغلات مخبصه بهذا الشكل. انت مجرد ما تدخل على اي وحده من هدول على سبيل المثال هي، فهو لحاله رح يعطيك الماتريكس تبع اي ماتيريال تانية ممكن انت تستعملها بال 3ds Max وتاخذها وتحطها بالاوباسيتي بالطريقه اللي انت بتحبها. طيب قال استعمال الاوباسيتي بيفرض عليك شغله كتير مهمه، قال لازم تطبقها على شو؟ على بلين. البلين ما بقصد فيه بس البلين اللي هو بال 3ds Max اللي هو فقط البلين مثل ما هو الحرفي، لا بقصد على سطح بدون سماكه تمام. البلين هو دائما سطح بدون سماكه، وهلا بنعرف ليش. هلا حاليا انا عملت بلين هون بهي الطريقه واخذت هاي الماتيريال وطبقت عليها الاوباسيتي. خلونا نشوفها على الريندر. اول شيء رح بمسك هاي الماتيريال وزتها هون. اتفقنا انه الفي ري او ال 3ds Max غبي شوي، فرح نروح على ستاندرد دائما ونقول له ماتيريالز ونختار ثالث وحده تماما. بهي الطريقه بنلاحظ انه شو طلعت عندي بالبريفيو. طيب حلو كثير هذا الحكي. قال هلا خليني انا افتح نافذة الريندر واعمل هيك بهي الطريقة، رح نلاحظ كيف عم تطلع عندي، يعني حتى هذا الشيء ببين على الريندر انه هو معمل له موديلينج رغم انه هو ما له معمل له اي شيء، يعني هذا الشيء عبارة عن فراغ نظامي هون بالريندر. شايفين كيف؟ بهي الطريقة نحنا فينا نعمل هذا الباترن. طب اجا واحد سألني قال لي بدي اعمل له سماكة مبين انه هو سطح، قلت له بسيطة. راح قال لي هو، قال تعال نعمل له شيل. قال اذا عملت له شيل شو راح يعمل؟ هو عباره عن ماتيريال صح، فهي الماتيريال راح تيجي على هذا السطح وعلى اسطح السماكات الثانيه. يعني لما اعمل انا شيل بهي الطريقه، شايفين كيف صار على البريفيو وكيف طلع على الريندر؟ عم يطلع مثل كانه نفس الجسم مكرر مرتين ورا بعض، فهذا الشيء ضعيف بالنسبه للموديلينج، نحن ما بنستعمل هذا الشيء. فشو راح نعمل؟ راح نستعمل احدى هالطريقتين. الطريقة الأولى رح نستعمل شيء اسمه البامب. البامب هو عبارة عن شيء مثل البروز أو النتوء خلينا نحكي.
تمام، فهو حيمثل عنا السماكة. البومب بيشتغل تماما مثل الأوباسيتي بالسيستم تبع الأبيض والأسود، قال الأبيض رح يخليه والأسود رح يبرز فيه، أو عفوا العكس ممكن يكون. تمام، فنحن شو رح نعمل مشان ما نرجع نحمل الصورة من برا للبومب؟ فشو رح نساوي؟ رح ناخد كوبي من الأوباسيتي نفسها لوين ونزتها على البومب. رح نروح لهون ونفتح على الباراميترز، شايفين هاي؟ بس رح امسكها واسحبها لتحت على البومب بتقوم لحالها بتنتسخ. انا رح اقول له انستانس، بقول له اوكي. لاحظوا شو رح يصير عندي انا هون بالنسبه للريندر، بالنسبه لهي الماتيريال. خليني اقرب اكثر لحتى نشوف نلاحظ السماكه. طيب اولا هي بدون البومب عم تكون عندي 30 فقط، فانا رح زودها لل 300 ونلاحظ كيف هلا رح يطلع عندي سماكه كتير بسيطه بالنسبه لهي الماتيريال او لهذا السطح. شايفين كيف صار عندي هون في سماكه؟ وبنفس الطريقه صار في عندي هون سماكه. فهي اذا نحن بنعطي احساس بالسماكه فقط لا غير. خلينا نطفيها نرجع نشوف الفرق. رح يروح هي الظلال كلها رح تروح، رح يرجع سطح عادي تماما بهذا الشكل، حيرجع 2D. طيب شو الطريقة الأفضل أو الأمثل للسماكة؟ قال في شغلة بتشتغل شغل البامب لكن بطريقة كتير أقوى وأقصى، ألا وهي شو؟ قال في شيء اسمه الـ V-Ray Displace. شايفين الـ V-Ray Displacement؟ قال بتعطيني شيء اسمه Thickness. طيب خلينا نطبق هذا الشيء. حنروح على 3DS Max، خليني اسكر هذا الشيء اول. قال وين بنلاقيها هي الـ V-Ray Displacement؟ قال ما حنلاقيها هون. وين حنلاقيها؟ قال بالموديفاير ليست. خليني اسكر هي واجي على الموديفاي، افتح هيك واضغط على حرف الـ V على الكيبورد اكثر من مره، فرح يطلع لي شيء اسمه V-Ray Displacement Mod. تمام، بضغط عليها بقوم بيطلع لي هدول الاعدادات. انا ما رح اقرب عليهم. شو رح ساوي فقط؟ قال رح ادخل على التكست ماب هي نفسها، رح بمسكها هيك وزتها لهي. تمام، فرح اقول له انستنس اوكي. البومب انا مطفيها ما في عندي اي مشكله. شوفوا هلا كيف رح يطلع عندي انا اذا بفتح هذا الشيء وبعمل هيك. شوفوا شو رح يكون عندي السماكه كيف رح تطلع بهذا الشكل. ملاحظين كيف عم تكون السماكه بشكل احترافي اكبر من البومب؟ يعني حتى عم تعطي سماكة اكتر، يلي مو واضحة معه كتير. بكل بساطة احنا فينا نزيد الاماونت من هون ونقول له عطيني 5 سنتيمتر. رح نلاحظ كيف هون السماكة عندي زادت بشكل ملحوظ بالريندر. شايفين كيف هون مبين عندي مثل موديلينج نظامي؟ تمام، هي مشكلتها ما بتبين على الفيو بورت، بتبين فقط وين بالريندر. تمام، فهي الخدعة يلي أنا بستعملها الصراحة لحتى أعمل سماكة لهي السطوح بعد ما أنزل عليها الأوباسيتي. طيب في واحد سألني قال لي أوكي نحن عملنا هدول فتحات وبدي أنا هلا أعمل وراهم شو سطح زجاجي، فشو بعمل شو بساوي؟ قال أوكي بسيطة كتير، شوف شو تعمل. قال رح تنسخ نسخة من هذا السطح، تمام، وتقول له أوكي، ورح تطبق عليه ماتيريال غير هي. رح نعطيه ماتيريال الزجاج، ماشي، بس حاليا انا ما رح احط له ماتيريال زجاج، خليني اعطيه ماتيريال لون فقط، حتكون لون اسود بس انا كرمال بين هذا الفرق باللون. تمام، رح نزله على هذا السطح. شايفين هلا رح بضغط شيفت اي، تمام، مشان ياخذ المركز تبع هذا السطح وبدي احطه على مركز هذا السطح. صح اني طالعين مدموجين بس انا لا تنسوا اني نطبق على واحد منهم الـ V-Ray Displacement. قال هلا لما اجي واعمل ريندر رح تلاحظ تماما كيف هن هدول مدموجين مع بعض بطريقه متداخلين سوا بهذا الشكل. خلينا بس نحن نشيل الـ Displacement، خلينا نوقف الريندر، نسينا الـ Displacement على السطح الاسود، رح نشيله ورح نرجع نقول له اعطيني هذا الريندر لحتى يبين معي كيف متداخلين. شايفين كيف اذا بتطلع هيك بهي الطريقة بلاحظ انه طلع عندي هذا السطح الاسود متداخل تماما مع هذا السطح يلي انا اساسا عملت له سماكة بالـ V-Ray Displacement. شايفين كيف؟ فهيك نحنا فينا نساوي اي شيء بدنا. Displacement كل ما كان اعلى كل ما بيعمل لي مشاكل مع شو؟ مع هي الشغلات. بس شو الفكرة؟ قال هدول الخراب تبع هذا الموديلينج اللي صاير هون هو ما دخله لا من الديسبليسمنت ولا من الريندر اذا كان ضغطه عالي او لا. قال مشكلته بالتكستشر، التكستشر يلي انا منزله الدقة تبعه كتير خفيفة. شايفين هاي البكسلات؟ هي هي اللي عم تعطيني هي التعريجة بال 3DS Max بهي الطريقة اللي عم تنزل لي التكستشر
بسبب انه الدقة كتير خفيفة، بس عن بعيد خلينا نحكي انه ما لها مبينة. ففي حال في لقطة ديتيلز حاولوا تبعدوا عن هاي الاماكن يلي مخروبة بهاي الطريقة. طيب هاي كل شيء بالنسبة للأوباسيتي بالنسبة لهدول الفتحات. قال حلو، في عندي هلأ شغلة كمان مصيبة أخرى ما حكينا عليها الدرس الماضي. قال أنا في عندي هذا الشيء، خلينا نشيل الديسبليسمنت مبدئيا. قال في عندي هاي الماتيريال، رح أعمل أنا بلين تاني تمام، أو خلينا نشتغل على نفس البلين وناخد ماتيريال أخرى. على سبيل المثال أنا فتحت قائمة الماتيريالات عندي ورح باخد، خليني أخد شيء اسمه بريكس تمام. رح أخد هاي اللوت أدتر سلوت، رح نظهر هون ونزدته على هذا العنصر. أوكي كالعادة رح نجي للستاندرد ونعمل ماتيريال ونعمل شيدد ويب ماتيريال ماس. طيب شايفين كيف طالع هون عندي البلوك كتير كبير؟ طب أنا هذا الحل كيف بدي ساوي؟ قال بكل بساطة في عندي شيء أنا اسمه اليوفي دبليو ماب، يلي هو شو بيعمل؟ قال بيعمل لي شيء اسمه سكيل تمام. فأنا لما بدي أعمل سكيل لأي ماتيريال بستعمل هذا الموديفاير، ودائما بختار بوكس. شو بقصد بالبوكس؟ خلينا أشوف. رح نجي لهون ونروح على الموديفاي ونفتح هاي القائمة ونضغط حرف اليو كم مرة، يوم بيطلع لي شيء اسمه UVW Map. رح طبق هذا الموديفاير على هذا السطح ورح قال له عطيني بوكس. شايفين البوكس وين كانت؟ بهاي الطريقة. البوكس هي طريقة العمل مع الماتيريال. بيقصد بالبوكس انه هذا الجسم رح يقرأه عبارة عن اربع سطوح تمام، او في حال له اربع سطوح فهو قادر على انه يتعامل معهم باي طريقة. طيب هلأ بنشوف المثال على عنصر تاني. قال هلأ هون كيف فيني انا اصغر السكيل تبع هي هذا الجدار؟ قال بكل بساطة شايفين هذا، رح بضغط انا يا اما واحد على الكيبورد يا اما رح بكبس عليها للكلمة بحد ذاتها، وهون عم يطلع لي شو انا تبع التحريك. هلأ انا صرت بقلب الـ UVW Map، فاذا حركت رح يتحرك التكستشر مو الجسم تمام. شايفين هذا البوكس هو يلي بيعبر لي عن هاد هي الخيار يلي محطوط هون. طيب خلونا ناخد شو السكيل يلي هو الار، كأني عم بشتغل موديلينج عادي. فاذا عملت سكيل انا شايفين كيف عم يصغر البوكس؟ فبكل بساطة انا فيني شطه هيك شوي بالعرض او فيني صغره او 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 الى اخره بالطريقة يلي انا بدي اياها واللي بلاقيها مناسبة. طيب خلينا نطلع منه يا اما كمان بالواحد على الكيبورد يا اما بنضغط عليها بهي الطريقة. خليني اخد انا هون عنصر تاني يلي هو البوكس بالفعل، وخليني انا اطبق عليه هاي الماتيريال بهي الطريقة تمام. شوفوا هلا كيف رح يتعامل معه بهذا الشكل. رح روح على الموديفاي وطبق اليو في دبليو ماب بهذا الشكل. شايفين كيف هلا مجرد ما انا قلت له بوكس شو رح يعمل؟ رح يقرا الماتيريال على كل السطوح. خلينا ندخل عليها ونلعب شوي بالسكيل. في حال عملت انا من النص فهو رح يكبر على كل السطوح. طيب في حال لعبت فقط بالاكس شايفين كيف فقط يلي موازي للاكس رح يشتغل عليه، اما هون لما بشتغل بالوايت رح لاحظ شو عم يشتغل فقط على الواي بهي الطريقة، اما بالمنتصف فهو عم يشتغل على الثلاث اطراف بنفس الوقت. فلذلك الـ UVW Map هي الوحيدة اللي ممكن انت تساعدك بالنسبة للسكيل. طيب حلو، قال انا هلأ جبت هدول البريكس وحابب شوي غير لونهم او شوي فتحهم او شوي غمقهم. طب شو بعمل انا بهي الحالة وانا هذا التكستشر عندي اساسا جاهز وما فيني غيره؟ قال بكل بساطة يا صديقي في شيء اسمه Color Correction بقلب شو؟ بقلب الـ 3DS Max تمام؟ قال هذا منين بدي جيبه؟ قال هذا بكل بساطة الماتيريال هي نفسها لما تفوت عليها. شايفين الصورة؟ مو انت بدك تعدل على لون الصورة؟ اوكي معناتها تدخل على الصورة عند الماب بتلاقي هون في عندك شيء اسمه Color Correction. طبعا مو دائما بتكون طالعة عندي بالديفولت. اوكي في ماتيريالات فيها وفي ماتيريالات ما فيها. رح افرض انا انه هاي الماتيريال ما فيها Color Correction اوكي، فانا منين بدي اجيبها؟ قال بكل بساطة بضغط على كلمة البيت ماب اللي بتكون هون. فانا شو بروح على الجنرال وبقول له اعطيني color correction، بضغط مرتين تمام. فهون بيقول لي انه بدك تطبق انت على الماتيريال، بقول له اوكي ما في مشكله. فهلا رح اخذ color correction جديده تمام. شوفوا في عندي هون شيء اسمه هيو، اللي هيو مثل ما انا متعودين من فوتوشوب بيغير لي شو اللون تبع التكستشر. شايفين كيف لما غيره بغير اللون تبع التكستشر، يعني مثل فوتوشوب صغير هون صاير. الساتوريشن هو الاشباع اللوني، فانا كل ما قللت كل ما صار ابيض واسود في حال بدي خفف الماتيريال، او فيني اقوي اللون اعطيه شويه ساتوريشن زياده. طيب في حال بدي فتح او غمق قال في عندي شيء اسمه برايتنس، قال فيني انا اقلل البرايتنس هيك بهالطريقه او زيدها بهذا الشكل بحيث تطلع بالطريقه اللي انا بدي اياها. في عندي بنفس الوقت شويه كونتراست بالنسبه للون والتحكم فيه. فهذا هو
كان درسنا بكل بساطة بهي الطريقة بالفي ريال. هلأ رح نعطي شوية شغلات بسيطة. طيب اجاني واحد قال لي انا هي الماتيريال الجاهزة فيني طبق عليها الاوباسيتي، قلت له طبعا. فانا هون رح برجع لورا كبستين مثل ما اتفقنا، شايفين هاي الباراميترز؟ اوكي عادي كأنها ماتيريال عادية تماما. رح بجي على المابس، شايفين الاوباسيتي؟ رح بضغط عليها. خلوني انا استعمل هلا هي الطريقة، ادخل على البيت ماب، روح على الديسكتوب واختار هذا الباترن اللي كنا نشتغل عليه وقل له اوكي. بكل بساطة شو رح يصير هون؟ رح يتطبق عليه بهذا الشكل، شايفين كيف الماتيريال ضلت ولكن مكان الاسود من الباترن شو صار فيه؟ انحذف، راح من هذا التكستشر. طيب خليني اعدل انا شوي على اليو في دبليو ماب، كبرها على سبيل المثال بهذا الشكل، تمام بهي الطريقة. طيب هي بالنسبة للشغلات الأساسية للماتيريالز. راح أعطيكم شغلة شوي أدفانسد. قال أنا في عندي بالحياة على سبيل المثال، أو خليني أخذ هذا البلين، أوكي هذا البلين. قال في عندي هون ماتيريال، شايفينها كيف طالعة بهذا الشكل؟ قال هي ماتيريال عبارة عن رسمة كتير رهيبة وفيها ماتيريالتين، يعني في عندي اللون وفي عندي الذهب. طيب حلو، خلينا نطبق هاي الماتيريال وننزلها هون وقال اعطيني هون materials shaded. مثل ما اتفقنا راح احيانا لما ما تطلع من الشيدد بيكون اجباري بدك تطبق عليها اول شيء اليو في دبليو ماب، تمام، لحتى تطلع بهي الطريقه. هلا على ما اعتقد من البوكس لازم تطلع بهذا الشكل، في حال احنا كبرناها او صغرناها للاسف كان ما طلعت. عادي هذا الشيء ممكن يحدث مع اي شخص. طيب هي خلصنا من هاي القصة، احنا طبقنا الماتيريال اوكي ما في مشكلة. في حال انا اجيت لهون على الريندر وقلت له اعطيني هيك بهي الطريقة، هلأ مثل ما حنلاحظ هاي الماتيريال عبارة عن شغلتين مثل ما اتفقنا، صح؟ عبارة عن رسمة وماتيريال تاني. قال هاد اسمه بلند ماتيريال. كيف يعني بلند؟ قال يعني خلط بين تنتين ماتيريال. مثل ما انا شايفين هون هاي الماتيريال ما لها عادية، ما لها V-Ray ماتيريال، قال هي عبارة عن V-Ray بلند ماتيريال. قال هاي بتتكون من ثلاث عناصر. قال العنصر الأول هو عبارة عن الماتيريال العادية الأساسية اللي هي اللون على سبيل المثال. العنصر الثاني هو عبارة عن الماتيريال المخلوطة أو هي الماتيريال الثانية، تمام، اللي هي الذهب. خلينا نحكي، خلينا نقول إنه هي الذهب الأساسية وهي شو اللون، تمام، أو العكس. وعندي آخر شغلة، آخر عنصر هو البلند أماونت. البلند أماونت هي عبارة عن الطريقة اللي عم ينخلطوا فيها، ألا وهي عبارة عن رسمة، تمام؟ تعالوا نساوي بلند ماتيريال بإيدنا بدون ما نحن نتخربط. رح أخذ وحدة جديدة بتكون V-Ray ماتيريال، رح أضغط عليها هون ورح بختار من قائمة V-Ray شيء اسمه V-Ray Blend MTL بهي الطريقة. رح أقول له أوكي. طيب خلونا نختار ماتيريال الأولى. قال هون بكل بساطة بدخل على هي، شو بيعطيني؟ بيعطيني ماتيريال، على سبيل المثال رح اختار ماتيريال شو الاسفلت، ماشي، رح اروح على شيء اسمه جراوند ورح اقول له اعطيني ماتيريال اسفلت بهي الطريقة. رح باخذ هي واقول له اد، او ما رح اقول له اد، او اوكي رح اقول له اد ماتيريال اديتور بهي الطريقة، تمام. طيب انا هلا شو رح ساوي؟ قال رح برجع لورا هون كأنه احنا غلطنا بشغلة، خليني ارجع للبلند. رح اقول له اوكي، رح بيجي لهون قال له الاسفلت، تمام، خلينا نمسكها من هون، بنمسك هي الاسفلت وبنزتها بهذا المكان. خلينا نخلط معه ماتيريال تاني، على سبيل المثال رح اخلط معه ماتيريال ممكن زجاج، تمام، او ممكن خليني روح على الميتال بهي الطريقة واختار شي عاكس، تمام، لانه بدي اعمل شي كونتراست. طيب هلا شو رح اعمل؟ رح حط طريقة الخلط تبعهم، رح روح لهون وقال له عطيني من الجنرال ورح اختار بيت ماب، رح بختار شيء مثل ابيض واسود كمان، بس كيف حيكون؟ خلينا اختار كل شيء فورمات على سبيل المثال هي الماتيريال، شايفين هي صايرة مثل بقع المي. رح اقول له اوبن بهذا الشكل، فشايفين الماتيريال كيف هون طلعت؟ صار في عندي خلط بيناتهم. خلينا نطبق هي الماتيريال هون ونشوفها على الريندر كيف رح تطلع. طبعا لازم نكون مطبقين هدول، خلينا نحاول نطلع ماتيريال بهي الطريقة نشوف اذا بتطلع معنا. ما طلعت، طيب بسيطة رح نفتح هون ونقول له عطينا هاد الريندر، تمام، شايفين كيف عم يطلع عندي؟ انا اذا بقلب هيك شو بلاحظ؟ بلاحظ صار في عندي بلند بين الاسفلت
وبين الماتيريال الثاني يلي هو شو، يلي هو الميتال، تمام؟ بهي الطريقه، بهذا الشكل نحن فينا نختار اي شيء بالحياه لحتى نعمل خلط بين ماتيريالتين. طيب هون ملاحظين انه فات على شغله تانية. بكل بساطه دائما فينا احنا نعمل هيك رجع لورا بيرجعنا على هي القائمه. طب في حال بدي غير البلند، قال اوكي بسيطه، بكبس عليه، بروح بكبس على بيت ماب، برجع بكبس على بيت ماب وبختار انا النافذه مثلا، رح ارجع اختار هذا البلند واقول له اوكي. فشوف هلا كيف رح يتغير، حتتغير طريقه البلند بهي الطريقه. هون ما نحفرها، هون ما نحفر ليك، وهي ماده اسفلت وهي ماده شو المعدن. في حال انت حسيت في نسبه اكبر من النسبه فبامكانك بكل بساطه ترجع لورا هون وتبدل بينات التنتين، تعكسهم، تحط هون الاسفلت وهون الالمنيوم او هون الزجاج او الى اخره. وهذا هو كان درسنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منه. الدرس القادم رح نتكلم على شوي بالتصميم الداخلي، رح ندخل بقصص الداخلي اكثر باذن الله تعالى. انطروني بالدرس القادم.